صباح الخير، بنصبح على مشاهدينا في كل مكان، بنصبح على كل مصر وعلى كل المصريين. اعتقد انه امبارح كلنا كنا في حاله مش كويسه، وافتكر انه الانفجارات اللي حصلت عند جامعه القاهره بنودنها وبشكل كبير جدا، انقطاع الكهرباء مشاكل كبيره جدا الحقيقه، وازمات عماله تتفاقم، واخره القنابل واخره الضحايا واخره الشهداء. ايه، صباح الخير يا فادي. صباح الخير يا رانيا، صباح الخير على كل مشاهدينا اي لايف وشبكه ام تي ان في كل حته في الدنيا. الخميس 3 ابريل 2014، نهايه اسبوع صعبه، والبقاء لله في كل شهدائنا واخر شهيد من الشرطه امبارح. لكن زي ما قالت رانيا، اخرتها فين؟ وده سؤال الحكومة الحالية، عشان أنا بجد مش قادر أفهم إيه حكاية تشريعات الإرهاب اللي بيبحثها مجلس الوزراء دلوقتي. إحنا عندنا قوانين تكفينا 20 سنة قدام، عندنا المادة 86 ولغاية مواد كتيرة جدا بتتكلم عن الإرهاب ومفصلة ومحددة على الإخوان المسلمين والتنظيمات الإرهابية اللي زي دي. أرجوكوا خدوا إجراءات، الضحايا يسقطون. لو أنتوا فاكرين إن أنتوا جايين على بلد هادية، دي مش حقيقة. إحنا في حالة حرب، يا ريت الناس تاخد قرارات ونفعل قراراتنا، عشان القوانين مش كافية. اللي يرفع سلاح في البلد دي لازم يتضرب بالنار، واللي مش قادر يفهم كده الضحايا هيزيدوا. لازم تاخدوا قرارات، التشريعات مش كافيه، انتوا اوريدي عندكم تشريعات، يا ريت بس تطبقوها، لانه مش هتخلص الضحايا بالطريقه دي. وعلى الصعيد الاخر، بعد قصص الضحايا والانفجارات والقنابل وجامعه القاهره وكل الكلام اللي كنا بنتابعه امبارح بكل اسى وبكل اسف الحقيقه، انقطاع الكهرباء. اعتقد ان مجلس الوزراء عقد اجتماعات ما بين وزاره البترول وما بين وزاره الكهرباء علشان يتكلموا فيها عن مشاكل انقطاع الكهرباء، واللي اصبح ازمه حقيقي كبيره جدا جدا، ولازم يكون ليها حل. وطبعا عن اهم منشطات بلدنا واخر ضحايانا هيكون مشرفنا الكاتب الصحفي الاستاذ روبير الفارس، هنتكلم معاه في فقره الصحافه عن اهم المنشطات. يا ريت بس نفهم انه احنا في حاله حرب، يا ريت نعرف ناخد قرارات في بلدنا. محدش هيستنانا. انا بس بضيف انه الدنيا بره ما بتسمحش لحد ان هو يرفع سلاح ولا بتسمع باللي بيحصل في بلدنا ده. ارجوكوا اوقفوا الضحايا. هيكون معانا كمان الاستاذ سيد حجازي نائب رئيس تحرير الاهرام، هنتكلم معاه عن ازمه الكهرباء واللي افتكر انها بتتفاقم، والحقيقه انه الناس ابتدت تستاء منها بشكل كبير جدا. هيكون كمان عندنا فقره تانية عن المشهد السياسي والامني مع الاستاذ محمد عصمت، وهو المسؤول عن الطبعه الثانيه لجريده الشروق. ده غير ان هيكون معانا زي نهايه كل اسبوع فقره عن التنميه البشريه، هنتكلم فيها عن التضحيه، خصوصا ان احنا بنحتفل بيوم اليتيم في اول شهر ابريل كل سنه. هنتكلم ازاي التضحيه مهمه جدا في حياتنا، ويا ريت ده ينعكس على الناس كلها، لانه لازم نضحي عشان بلدنا دي تتحرك. بعد الفاصل، اولى فقراتنا مع الصحافه ومتابعه لاهم عناوين الصحف، تابعونا.